في اجراءات استبداد بتتم في الشارع. طيب على الناحيه الثانيه بقى اللي هو بقى المسار الديمقراطي ده بقى فيه جزء تشريعي وجزء في الشارع عامل مناخ ديمقراطي وجزء في مؤسسات الدوله في مؤسسات ديمقراطيه. الجزء التشريعي دستور 2012 اللي قامت الدنيا ولم تقعد ان هذا الدستور دستور الاخوان اللي بيركز وبيخلق سلطه استبداديه لجماعه الاخوان المسلمين. حلو قوي. مرسي مش دستور 2012 اللي كان بيضمن سيطره المؤسسه العسكريه وهيمنتها على الدوله كان تم باتفاق في لحظه من اللحظات مع الاخوان والمجلس العسكري. طيب بتوع ثوره 30 يونيو اللي هي موجه ثوريه في الجزء من الثوره، لماذا لم يتم مراجعه النصوص اللي كل الناس قالت عليها نصوص استبداديه وترسخ لدوله عسكريه في دستور 2012؟ لكن لقينا نفس الشخص اللي هو شاهين ممدوح شاهين اللي هو كان ممثل العسكر في لجنه التاسيسيه اللي فاتت جاي بيدافع عن نفس المواد في الدستور او في التعديلات الجديده ومفيش حد هيقرب منه. وبالتالي دستور الاستبدادي بتاع الاخوان اللي ممكن يقول الاستبداد بتاع الاخوان مكمل معانا ان شاء الله في ظل الدوله المدنيه الحديثه اللي بيتكلموا عنها. طيب ما هي لما هي دوله مدنيه بقى؟ ده كان الدستور المختلفين معاه، فين الدستور الجديد اللي عبارة عن دولة مدنية بتخلع مؤسسة عسكرية بعيدا عن الهيمنة على مؤسسة الدولة؟ ده حفاظ على مكتسبات المؤسسة العسكرية في الدستور اللي خدته بقوة السلاح وباتفاق مع الإخوان، وكمان نعمل شوية تعديلات شكلية بتتكلم عن دولة مدنية، تعديلات متعلقة بالمادة 219 والشريعة الإسلامية وغيره. طيب وفي بقى حاجه بتوصل للناس في الشارع دلوقتي وفي التلفزيون والجهاز الدعائي بتاع الدوله شغال عليها. عندي وقت كتير انا اسف طيب عشان بس ما اطولش. فكره الحرب على الارهاب طبعا ده يعني متصدره الاعلام والصحف وكل حاجه. طيب موضوع الحرب على الارهاب اللي بيتصاق للجماهير خدعه وكذبه كبيره جدا بتسوقها المؤسسه العسكريه ليه؟ عايز اكتر من حاجه. الهدف الاولاني من فكره الحرب على الارهاب انه الجماهير كانت في حاله مواجهه مع جهاز الدوله صح؟ على مدار سنه ونص مع الجيش وفي 28 يناير وما قبله ضرب جهاز الشرطه. طيب احنا عايزين نحول الجهازين دول اللي هما بالاساس ضد الثوره المصريه الى جهازين وطنيين وكل الناس ماشيه وراهم. يبقى لازم نخلق للناس دي مهمه، جهاز الشرطه مهمه تخليه يبان في عينين الناس ولو بالكذب انه جهاز بيدافع عن امني وامنك وعن امن البلد وبيدافع عن المواطنين وعن الاقباط وبيدافع عن كده. فاتخلقت فكره الحرب على الارهاب، فيبدا جهاز الشرطه اللي هو قتل اكثر من 3000 او 4000 شهيد قبل 30 يونيو في الثوره المصريه وارتكب في الجرائم في مقرات الشرطه من تعذيب ومقرات امن الدوله من تعذيب يستحق محاكمه كل قياداته. النهارده بيتحول الى جهاز بيحارب الارهاب ورفع شعار شرطه الشعب. فاصبح هذا الجهاز العدو الاساسي للثوره بيمشي والجماهير بتمشي وراه تحت مزاعم الحرب على الارهاب. فيبقى بالنسبه لنا كسرنا العداء او حاله المواجهه اللي ما بين الجماهير من ناحيه وجهاز الدوله واجهزتها الحمايه من ناحيه. فده مكسب بالنسبه لاي ثوره مضاده. مكسب الهدف الثاني انه يا جماعه احنا بنخلصكم الاخوان. فبيحصل عمليات قمع. الهدف من عمليات القمع واستغلال ان الجماهير فعلا كانت مطبعه على الاخوان، الجماهير فعلا طلع عشان تسكت الاخوان، تعالوا بقى نرتكب سلسله من المدابح وهي مدابح ومجازر في جماعه الاخوان المسلمين واعتقالات تحت مسمى قبض وفقا للقانون. هي اعتقالات والنيابه العامه بتعمل بطريقه النيابه العسكريه وال 15 يوم هم قرارات اعتقال مش قرارات تجديد حبس. فتعالوا نعتقل الالاف ونقتل نعتقل عشرات الالاف ونعمل مذابح في الالاف بهدف انه كل ده تحت ستاره ومن الدخان اسمها الحرب على الارهاب. تخويف ورعب ونقل الرعب في نفوس وفي قلوب جماهير الشعب المصري اللي هي جماهير الثوره المصريه. ننقل الرعب ده للمصانع وننقل الرعب ده للميادين. وده الهدف من الهدف الثاني من فكره الحرب على الارهاب. طيب احنا في اللحظه دي لما نقول لا احنا رافضين للمذابح ورافضين للاعتقالات، زملائنا بتوع اليسار
بيقولوا انتوا كده بتدافعوا عن الاخوان. في فرق واسع وشاسع ما بين الدفاع عن مكتسبات الثوره والدفاع عن الحريات، لانه اللي هيضرب ويقتل الاخوان النهارده هو نفسه اللي بيبعت امن الدوله تجاوز التعليم، بيعمل ضبطيه قضائيه في الجامعه، اللي بيقبض على عمال السويس للصلب، اللي بيضرب شباب 6 ابريل قدام دار القضاء العالي. القمع بيمتد ويتجاوز صوت بيتجاوز جماعه الاخوان المسلمين الى جماهير الشعب المصري، بيتجاوزها الى مكتسبات الثوره المصريه. مفيش اضراب، حتى مش موضوع اضراب، نازلين منشور بيقول ممنوع الكلام في السياسه في المؤسسات. فتخيلوا لما نقف نقول لا للكلام ده، فيتقال علينا من بعض المجموعات اليساريه او الليبراليه انه ده هذا دفاع عن الاخوان. في حقيقه الامر الموضوع مضحك جدا ان هم يبقى لحد دلوقتي شايفين ان ده دفاع عن الاخوان. في فرق واسع ان انت تبقى بتدافع عن مكتسبات الثوره في الحق في الاعتصام والحق في التظاهر والحريات الديمقراطيه، وضد القتل ايا كان مين اللي بيتقتل، وضد الاعتقال ايا كان مين اللي بيعتقل، لان دي مش عشان هي بتوجه للاخوان، لان دي بقت قاعده فهتطبق على الكل. هتطبق على الكل في الشارع. النقطه وعشان كده احنا كاشتراكيين ثوريين بنقف وبنقول لا، احنا بنرفض المذابح اللي بتجرى ضد جماعه الاخوان المسلمين، وبنرفض الاعتقالات اللي بتتم في صفوف الاخوان المسلمين. انتوا منين جهاز الدوله قلبه على الثوره قوي؟ ماشي، فعايز يخلصنا من الاخوان. في الحقيقه الحرب على الارهاب هي عمليه واضحه في تصفيه الثوره المصريه تحت ستاره اسمها الحرب على الارهاب، ويجب التصدي لهذه التصفيه وهذه الحرب. النقطه الثانيه، في فرق ما بين الدفاع عن الديمقراطيه ومكسرات الثوره والدفاع عن الشرعيه. جماهير الاخوان في الشارع بترفع شعار دفاع عن الشرعيه، ده شعاراتهم. احنا بندافع عن مكسرات الثوره في يناير، مش بندافع عن شرعيه مرسي، لان احنا كاشتراكيين ثوريين كنا في مقدمه صفوف من اول 31 اغسطس اول مظاهره ضد مرسي لحد 30/6. ماشي، وكان اخر مظاهره بالنسبه لنا كانت 3/7 فيما يتعلق بالاخوان المسلمين. فيما يتعلق بقى بالتفويض والكلام ده احنا ما كناش جزء منه، ورفضناه وعلنا ده صراحه، لانه عمر ما جاز الدوله هنفوضه يعني. فاحنا بندافع عن مصراف الثوره، مش بندافع عن شرعيه مرسي، لان وجهه نظرنا مرسي يفقد شرعيته تماما في عمليات القمع وسياسات استمرار السياسات القديمه للنظام السابق. طب نيجي دلوقتي للحظه الحاليه، احنا محتاجين نعمل ايه الى اي في اللحظه الحاليه عشان ابقى يعني انا قدامي 5 دقائق. الوقت الدبابات قافله ميدان التحرير. فتخيلوا للحظه معايا عشان بس بتوع الدوله الوطنيه الديمقراطيه بتتبني. كان في الفترات السابقه لما بيحصل قرار حكومه او سلطه مش عاجب الناس، اول حاجه بتعملها ايه؟ ارجع لميدان التحرير بشكل عفوي. كان ده المكان الطبيعي، لان ده مكتسب الثوره المصريه، ده اللي دفع ثمنه الاف. يعني الناس عشان توصل لحد سور الجامعه الامريكيه وتوصل شارع محمد محمود، في الاف ماتوا في الحته دهيت عشان تحرر ميدان التحرير. الميدان ده محاط بكتيبه الدبابات. لما يجي النهارده اخلاء سبيل المبارك من وافراج عن كل الضباط، مفيش واحد ثوري قادر يدخل ميدان التحرير، لو دخل هيضرب النار. النهارده بيتمد حد الطوارئ اللي طلعنا نسقطها ايام عدلي، فحدش قادر ينزل ميدان التحرير. النهارده حكومه الببلاوي بتقول لك 800 جنيه حد ادنى الاجور، وحتى مش عايزين يطلعوا فيها قرار، لان لسه واضح المبلغ مش كبير باين ولا ايه. فمش قادرين ننزل ميدان التحرير. ده معناه ايه؟ لما يبقى ميدان الثوره، رمزيه الثوره المصريه ميدان التحرير، محاط بكتيبه من الدبابات، وممنوع على الثوار مش على الاخوان، ممنوع على الثوار وعلى المجموعات الثوريه ان نزوله، ده بيقول ان احنا فعلا بقى رايحين على دوله عسكريه مش على مسار ديمقراطي. انت قافل ميدان التحرير ليه؟ انت اللي بتحمي ميدان التحرير من الاخوان؟ مش صحيح. اخر علاقه من الاخوان بميدان التحرير جمعه كشف الحساب اللي كان بيواجهوا فيها الناس. فافتح ميدان التحرير، لا هو مش هيفتح ميدان التحرير. في اللحظه الحاليه الحركه الاجتماعيه اللي ملحوظه جدا خلال مناقشتنا مع العمال عايزه تتحرك، وعليها ضغوط رهيبه، لانه اللي بيصاق رهيب، اللي بيتقدم للناس رهيب، انه كل من بيتحرك في الشارع هو اخوان او ارهاب، زي ما حصل مع عمال السويس للصور. بنلاقي عندنا 14 قياده عماليه للاضراب، العمال مفوضينهم، فيروح الشرطه والجيش يقبضوا على الاثنين الملتحين. ليه؟ علشان يبقى يبان انه ده الاضراب بتاع الاخوان المسلمين او اللي فيه ارهاب او كده. فده
عامل حالة من التردد شوية أو الخوف أحيانا في وسط قطاعات من العمال. الثورة المصرية عودتنا إنه دايما الموجة الاجتماعية بيجي قبلها موجة سياسية. دلوقتي مطلوب إنه الميادين السياسية تصمت. ميادين التحرير تصمت. وبتصمت بالقوة بالدبابات. علينا إن إحنا نكسر هذه الحالة. أول حاجة إنه النهاردة حتى لو كان الصوت صغير هو مرعب بالنسبة لهم بالمناسبة. لو صوت صغير زي اللي حصل قدام المحكمة البحرية في المنشية أو دار القضاء في القاهرة أو وقفة ميدان طلعت حرب إمبارح أو أول إمبارح بتاعت الطوارئ، هذا الصوت الضعيف الصغير مرعب للسلطة العسكرية. مرعب ليه؟ لأنه هو عارف إنه المزاج في الشارع بيتغير، وعارف إن الناس مش هتصمت كتير، مش هتصبر كتير على الأوضاع الاجتماعية السيئة. الحركة العمالية والقطاعات الشعبية منتظرة إن المسار أو الباب السياسي يتفتح، واللي هيفتح الباب السياسي هو أحمد. خلينا فاكرين إن اللي كان بينزل يقول لا القتل خالد سعيد في اسكندرية وقدامنا زغلي في القاهرة هي المجموعات اللي شبهنا، واللي كان بينزل يقول لا للطوارئ هو أحمد. فلازم في اللحظة دهيت أول بالنسبة لنا أول هدف لازم نعمله إن إحنا ننزل نفك حالة الصمت المفروضة بالقوة العسكرية على الميادين، حتى لو كانت بعشر تنفار ولو صغيرة لكن هي مؤثرة وكبيرة وتخوف وهتشجع. لما هتشوفنا قطاعات العمالية واحنا بنتحدى الدبابات قدام دار القضاء العالي وقدام المحكمة البحرية في اسكندرية هيبدأ يقولوا لا المنشور بتاع ممنوع الكلام في السياسة ده احنا هنقطعه واحنا لينا مطالب. هنبدأ نشجع الحركة العمالية وبالتالي تسندنا ونسندها. ان احنا لا يمكن نتحرك بدون ظهير اجتماعي وشعبي من العمال ومن الفئات الفقيره، ولا يمكن كحركه سياسيه تزنق النظام وتزنق السلطه بدون ما يبقى عليها مطالب اجتماعيه مرفوعه طول الوقت، لان دي اللي كانت بتزنق اي نظام. فاحنا لازم نتحرك، بيبقى في جسر ما بين الميدان والمصنع. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بموضوع التنظيم والمره المليون، مش هنقدر نتقدم لقدام يا زملاء من غير تنظيماتنا الشعبيه، سواء روابط طلابيه واتحادات في الجامعات أو نقابات مستقلة وروابط عمالية في المصانع أو نقابات مستقلة للمهنيين في الأطباء والمعلمين وغيرهم، وفوق كل دول وفي داخلهم وفي القلب منهم حزب سوا. في مناقشة مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في السويس في جماعة السجن، مناقشة طويلة، قال لي إحنا تنظيم إصلاح. قلت له أه تنظيم إصلاح فعلا، وتنظيم الإصلاح ما ياخدش ثورة. الثورة محتاجة تنظيم سوا مش تنظيم اصلاح. ومن الناحيه دي قناعاتنا الاساسيه ان احنا موجودين في الاشتراكيين الثوريين منذ التسعينات، نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات. الاشتراكيين الثوريين كانوا بيقولوا ان اللي هيسقط سلطه مبارك ثوره شعبيه. طبعا الناس كانت بتقول علينا شويه المجانين بقايا الاشتراكيه اللي انتهت ومش عارف ايه، بيقولوا ثوره، ثوره ايه يا عم؟ احنا بنقول لا، اللي هيسقط السلطه دي ثوره. ولو يرجع لادبياتنا ومجلاتنا هيلاقي مثلا مجله عندنا في 2003 كنا حاطين عليها صوره الشايب مبارك فوق وجمال تحت ونقول يسقط يسقط حسني مبارك. فاحنا عارفين انه السلطه والنظام مش هيسقط لو ثوره شعبيه، بس عارفين كمان ومتاكدين كويس جدا انه الثوره نفسها مش هتنتصر الا بتنظيم ثوري. حزب ثوري موجود له قواعد في قلب في وسط العمال، في وسط الطلبه، في وسط الاحياء الشعبيه، في وسط المهنيين. يقدر في وقت من الاوقات يخلق السلطه الشعبيه البديله، انه لا مش هنقبل بسلطه العدل منصور. مش هنوافق على الحل الوسط ده. احنا عايزين حكومه ثوريه تتولى السلطه، تبدا تطهر المؤسسات وتحاكم قيادات المؤسسات دهيت على جرائم وفي حق الثوره المصريه. فده كان اختيارنا وده كانت عقيدتنا على مدار منذ بدايه الحركه وتاسيسها في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات، وده شعارنا الاساسي. وزي ما زملائنا كاتبين على الـ على الـ على الحيطه لا حركه ثوريه بدون نظريه ثوريه، فانا بقول انه لا انتصار لثوره الا بحزب ثوري يقدر يقدم نفسه كسلطه بديله للنظام القائم. وكنا بنتكلم عن النظام القائم لان في ناس مشكله للاسف بتعتبر النظام القائم هو راس الدوله او الحكومه او البرلمان، ده مش النظام القائم. النظام القائم هو طبقه الحكمه في وجهه نظر الشاكين الثوريين عباره عن كبار جنرالات المؤسسات الامنيه، ضباط المؤسسات الامنيه كبار والصف الثاني منهم، ورجال الاعمال اللي مسيطرين على ثروه البلد، والحليف الاساسي بتاعهم الولايات المتحده الامريكيه ومن وراها العدو الصهيوني. دول مع بعض في طبقه بيحكموا البلد. ما ينفعش تقول لي انا هشيل مرسي
فانا عملت التغيير، انا هشيل مبارك فانا عملت تغيير، او ان انا هنتخب فلان سينا وصاد في الانتخابات اللي جايه فانا كده جبت نظام جديد. النظام الجديد ما يجيش الا لما الطبقه دي نفسها تتشال، لان هي الطبقه دي سبب المصايب والبلاوي اللي موجود فيها الدوله، هي اللي مسيطره على الثروه واللي في ايديها السلطه العسكريه اللي بتقمع الناس، مش هيدوك تعريفه. في الحقيقه يعني النهارده بتناقش 800 ببلاوي، بتناقش 800 جنيه بعد ثوره رافعه شعار 1200 جنيه من 2008، انتفاضه في المحله هتقدم فيها 3 شهداء واعتقل فيها المئات واتعور فيها العشرات وعينيهم راحت. جاي بعد 5 سنين بيبشرنا الببلاوي ب 800 جنيه. دي حكومه لو في اجراء ممكن تعمله ان هي تستقيل. مش اجراء تاني ممكن تعمله حكومه الببلاوي. فلازم ناس مع بعض، الحزب الثوري قناعتنا هو الشرقيين ثوريين، بنقدم نفسنا كحركه ثوريه في الشارع، والحاجه الثانيه لازم نبدا نشتغل مع بعض في جبهه ثوريه، لانه الثوره اوسع من الشرقيين الثوريين واوسع من كل الحركات. النهارده اللي اكتر من الحركات هم المستقلين، المستقلين الثوريين. انا ما بحبش لفظ او تعبير او تبني فكره ثوري مستقل، لان مش حاجه اسمها ثوري مستقل. ثوري لازم يخش تنظيم ثوري، لانه لو ما اشتغلش مع زملائه في بناء حاجه هو زي اللي بيحرق في الميه. النهارده لو انت في جامعه وما بتعملش رابطه جوه الكليه او جوه الجامعه تناهض بتوع عن الدوله اللي موجودين، او ما بتعملش رابطه جوه مصنع او نقابه، ما بتعملش رابطه في حي او لجنه شعبيه ثوريه، فانت بتعمل ايه؟ بتنزل الميدان تتظاهر وبتروح البيت. ماشي؟ راس ماشي في الشارع وبترجع البيت، لكن بتبني ايه؟ في مواجهه السلطه الحاكمه ما بتبنيش حاجه. عشان تبني حاجه لازم تدخل تنظيمات ثوريه. فما علينا، لانه في اللحظه الحاليه مفيش تنظيمات ثوريه واحزاب وحركات كتير، فلازم تعمل جبهه ثوريه. الجبهه دي تضم المجموعات والافراد المستقلين، ولما يدخلوا الجبهه مش هيبقوا مستقلين، لانهم هيبقوا في عمل جماعي موحد مع زملائهم في الجبهه الثوريه. في كلام اخر الجلسه لو عايز تتكلم، والزميله هي اللي ماسكه الكلام. فخلينا ننطلق في الموضوع ده. وانا في نهايه كلمتي بوجه تاني مره التحيه لمناضلين وثوار اسكندريه، اللي كانت طول الوقت مدينه من ضمن 5 مدن مصريه بتقود الثوره، وده له تحليله برضه. السويس والقاهره واسكندريه والمحله والمنصوره وبورسعيد، دي مدن الثوره المصريه. مفهوم بطبيعتها ليه كده، هي بتقود الثوره. ونتمنى ان احنا نقدر نلعب الدور بالتنظيم الثوري لشد الصعيد وشمال الصعيد للثوره. وانا متاكد انه الموجه الثوريه الرابعه قادمه لا محاله، سواء شاء السيسي او لم يشاء. الموجه الثوريه الرابعه قادمه لا محاله. شكرا.